فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن من السنة تغيير الشيب بالنسبة للرجال؟ هل يقال بأن من السنة تغيير الشيب بالنسبة للرجال؟ من السنة إيش؟ تغيير الشيب. إيه نعم، تغيير الشيب عن بياضه لغير السواد، هذا سنة، سنة ليس واجبا، سنة، إذا فعله فقد فعل سنة، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هذا سنة بلا شك. نعم.